وللحديث عن منظمة أم القرى وما تبذله من جهد تجاه النازحين ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى ناصر الفهداوي. سيد ناصر، مرحبا بكم. بداية نريد منك بعضا من التفاصيل عن حملتكم التي استهدفت نازحين في ناحية النصر التابعة لحلبجة في مدينة السليمانية. تفضل سيد ناصر. حياكم الله أخي الكريم. سيد الكريم، حقيقة يعني بعد وصول نداء الاستغاثة من المدرسة، من مدرسة صلاح الدين الأيوبي، إعدادية كاملة ثانوية مختلطة للبنين وللبنات، وصلت هذه الاستغاثة بضرورة تقديم حملة دعم لهذه المدرسة لمواصلة المسيرة التدريسية للطلبة، وكذلك يعني مواصلة دوام المدرستين الابتدائية والثانوية لهذه المدرسة. نعم. قدمت المنظمة منحا مالية للأساتذة المحاضرين. هؤلاء الأساتذة متبرعين بجهودهم التدريسية منذ أكثر من 3 سنوات، منذ أول وجود النازحين، منذ قرابة السنوات الأربع، منذ أول نشأة المدرسة وهي بعيدة تماما عن منازل أكثر الطلبة. هؤلاء من الكادر التدريسي لم تقدم لهم أي إعانات مالية تعينهم على أداء وظيفتهم أو على سداد احتياجات عوائلهم. لم تقدم لهم سوى تبرعات بسيطة من أهالي الطلبة، قدمت لهم كأجور نقل تقدم إلى الإدارة، ثم بعد ذلك تقدم إلى أصحاب السيارات لكي تنقلهم لتأدية وظيفتهم التدريسية. كذلك قدمت المنظمة إعانات مالية للطلبة المتعففين الذين يعني حقيقة تعجز أسرهم عن دفع أجور السيارات التي تنقلهم من منازلهم البعيدة جداً، ما يقارب 10 كيلومترات، لأن هذه المدرسة فيها من الطلبة من قضاء حلبجة تازة، وكذلك من قضاء عربت، ومن جميع نواحي القضائين. على صعيد الاحتياجات الضرورية للإدارة كذلك قدمت المنظمة يعني حاسوب محمول اللابتوب كذلك للحاجة الماسة إليه لحفظ أرشيف ومتعلقات ووثائق الطلبة حتى لا تضيع. قدمت اللابتوب، قدم للمدرسين سيد ناصر؟ عفوا، هذه للإدارة. للإدارة. طيب. نعم. طيب سيد ناصر، يعني بعد تقديمكم يعني المدرسين وأنتم يعني مشكورة جهودكم على هذه الخدمات المقدمة سواء للطلبة أو للمدرسين، كيف وجدتم أثر هذه الحملة تحديدا على النازحين في الناحية وعلى المدرسين بشكل عام؟ حقيقة المدرسة فيها عدد قليل جدا من المدرسين المعينين الذين يحصلون على يعني راتب الوظيفة، وفيها يعني قرابة 20 مدرسا محاضرا من تقريبا من خريجي الكليات دون أي عائد مالي، ويؤدون وظيفتهم التربوية والتدريسية على أحسن قيام. هم يعملون منذ سنوات أن تكون لهم الأولوية في التعيين، ويواصلون الدوام في المدرسة طيلة في السنوات الماضية، لكن لم تدفع لهم أي منحة مالية من أي جهة، يعني لا من منظمة ولا من أي جهة حكومية، لكنهم آثروا مواصلة التدريس على مدى السنوات الفائتة. بلغ بهم الأمر، ولشدة احتياجاتهم المالية من أجارات المنازل، احتياجات اليومية لعائلاتهم، أنهم يعني ربما يعني قد أخبروا مدير المدرسة بأنهم سيغادروا المدرسة ويتركوا التدريس فيها لكي يحصلوا على يعني وظيفة يعني توفر لهم أقل عائد مالي يمكن أن يعني يسد احتياجات عائلاتهم المالية. سيد ناصر، بعد أن وصفتم لنا الحالة الإنسانية بالنسبة للنازحين في هذه الناحية، وأيضا قدمتم ما باستطاعتكم للطلبة المتعففين ولأسرهم وأيضا للمدرسين، هل من رسالة تودون توجيهها للمنظمات الدولية لرفع المعاناة عن هؤلاء النازحين؟ تفضل سيد ناصر. اطلاعنا الميداني على المدرسة ويعني الحالة المأساوية، يعني أقل ما يقال عن حالة الطلبة فيها مأساوية. هؤلاء عائلتهم استنزفت منذ أكثر من 3 سنوات من الأجارات، من الاحتياجات، من الأدوية، من الحالة الصحية لأغلب هذه العائلات. هؤلاء جاءوا من شمال بابل، من حزام بغداد، من صلاح الدين، من الموصل، من ديالة، يعني بعد التعرف على حالات الكثير من الطلبة
وجدنا يعني أخبرنا والله بعض الطلبة أخبرونا بأنهم لا يملكون قوت يومهم في البيت. بعض عائلات المدرسة آثروا على أن يعني أن يجعلوا من أبنائهم يتركوا المدرسة لأنهم لا يملكون ال 25 ألف دينار التي تقدم إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى أجور نقل إلى السيارات. نعم. هذه 25 ألف دينار اللي هي قرابة ال 18 دولار يعجز عنها عائلة النازح لأنه قد استنزف على مدى السنوات السابقة. هؤلاء حقيقة المدرسة لم تضيع هؤلاء، لكن واجب المنظمات اليوم ينبغي عليها أن تسأل عن هذه المدرسة، وهي تلبي تقريبا يعني فيها من الطلبة ما يفوق يعني عددهم 450 طالب وطالبة على مدرستين ابتدائية وثانوية. حقيقة هؤلاء أمانة صحيح. أمانة أبنائنا بعنق كل مسؤول وكل صاحب رسالة إنسانية، كل منظمة إغاثية ينبغي عليها أن تحضر لسداد احتياجات هؤلاء، لتلبية على أقل تقدير التكلفة الشهرية لنقل الطالب. هم لا يريدون سوى فقط يعني استمرار هذه المدرسة. وقد جاءت حملة المنظمة يعني خلال هذه الفترة، قال يعني أعنتونا على يعني استمرار الدوام في هذه المدرسة، وحقيقة يعني أخبرونا المحاضرين قالوا بعد سؤالكم عنا فإننا لن نترك المدرسة ولن نترك الطلبة بمجرد سؤالكم وحضوركم معنا لإعانتنا على تأدية الرسالة التدريسية. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لكم.